السلام عليكم يا اخواني، حبيت اصور لكم شو اسمه هذا الفيديو المقطع. اليوم بالتاريخ 18/2/2017، هاي عندنا شو اسمه اخر تطورات الحمد لله. مفرخين لو اثنين لو ثلاثة الحمد لله. هاي شو اسمه الفحل، يسلم عليكم. هاي شو اسمه الافراخ، الحمد لله. وش اسمه ثلاثة الحمد لله. الحمد لله وشكرا. ما عندنا شو اسمه اي مشكله. واللي حب شو اسمه يتصل، انا خالي مله بالبلد العراقي بالدنمارك. ولا عندي شو اسمه الماليزيات، وين شو اسمه مثلي عندي هاي فحل صغير 15 في عمره. هناك عندي شو اسمه زوج وحشيات نسيوا فحل متلقين. العام طلعت من شو اسمه من عندهم الوجبة 5 مرات الحمد لله وشكرا. وانا عندي شو اسمه الافراخ، يخافون شو اسمه كانوا يخافون. بعد مزين هذا، هاي شو اسمه الفحل هذا صغير والله. الموزيات الماليزي وهنا عندي زوات الحمد لله وشكرا. الخير من الله. وعدود هنا ماشي اسمه القفص مالهم الحمد لله وشكرا. 18/2/2017 ما عندنا شو اسمه افراخ للبيع. اذا واحد يحب يشتري بس في الدنمارك يعني محافظة اوس، اللي يحب يتصل علي اني خادم. نشوفكم خير، مع السلامة اخوان. Thank you.